رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. بداية جديدة لشهر جديد وبداية لموسم الطاعات والقرب من الله. شهر مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله. أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلة المحلية نقدمها لكم، والبداية بالعناوين. حضرموت تسير قافلة إغاثية لمساعدة المواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها العاصمة عدن. المواطنون في مدينة المكلا يستقبلون شهر رمضان بارتفاع أسعار المواد الغذائية. السلطة المحلية بالوادي والصحراء تسلم مكتب الصحة أجهزة ومعدات صحية لمركز عزل وعلاج كورونا. من الجزيرة التفاصيل، مرحبا بكم. سيرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم قافلة إغاثية لمساعدة المواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها العاصمة عدن بسبب أخدود المنخفض الجوي. وتشمل القافلة على المواد الأساسية لتأمين الاحتياجات الضرورية للأسر المتضررة تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. ويأتي تسير القافلة تنفيذا لتوجيه محافظ حضرموت بشأن تجهيز وتسيير قافلة إغاثية بصورة عاجلة إلى العاصمة عدن. وكانت حضرموت سباقة دائما في مد يد العون والمساعدة وأول المستجيبين لنداء الواجب الذي أطلقه أهالي العاصمة عدن. أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بتدخلات منظمة اليونيسف في القطاع التربوي التعليمي بمديرية المحافظة. وأشار الوكيل عبدون خلال لقائه بالمختصين بمنظمة اليونيسف إلى أن التدخلات أثمرت عن مجموعة من المشاريع النوعية لتحسين وإعادة تأهيل المرافق الصحية لأربعة عشر مدرسة، وتأتي ضمن المنحة البريطانية للمنظمة بتوزيع 2000 كرسي مزدوج و10,000 حقيبة مدرسية لمدارس المحافظة. وأوضح الوكيل عبدون إلى أن المنظمة ستواصل دعمها للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة من خلال برنامج الشراكة العالمية الذي يتبنى حاليا دراسة التدخل بإعادة تأهيل 4 مدارس بمديرية بروم ميفع وأرياف المكلا ودوعن. ناقش المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بمقر الإدارة العامة الخطة الأمنية لشهر رمضان وتنفيذها. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الضباط والقيادات الأمنية. وحث العميد التميمي القيادات الأمنية وجميع الضباط على بذل المزيد من الجهود وخصوصا في شهر رمضان وتطبيق الخطة الأمنية لإظهار المحافظة بالشكل الذي يليق بها، مشددا على ضرورة أن يكون هذا العام أفضل من سابقه. تسلم الدفاع المدني بساحل حضرموت مجموعة من قطع الغيار الخاصة بسيارات الإطفاء مقدمة من لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا. وأشاد مدير عام الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بهذا الدعم الذي جاء نظير ما تقوم به سيارات الدفاع المدني من عمل مستمر في تعقيم الشوارع العامة وغيرها من الأماكن بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ضمن خطتها لمكافحة وباء فيروس كورونا. كرم قائد قوات خفر السواحل بحضرموت المقدم سالم النموري الضباط المؤسسين لقوات خفر السواحل بعد تحرير مدينة المكلا. ويأتي هذا التكريم تزامنا مع حلول الذكرى الرابعة لتحرير المكلا وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة في 24 من إبريل عام 2016. وخلال مراسيم التكريم ثمن المقدم النموري الدور البطولي للضباط الذين وضعوا اللبنة الأولى لقوات خفر السواحل وواصلوا جهودهم العسكرية للارتقاء بالقوة حتى هذا اليوم، مؤكدا أن قيادة الخفر تولي الضباط اهتمام خاص وستظل تتذكر جهودهم وتحتفل بهم في ذكرى تحرير ساحل حضرموت. تمكن التدخل السريع بخفر السواحل من إفشال محاولة جديدة لتهريب القات عبر ساحل حصيحصة بمديرية بروم ميفع. وأتلفت قوات خفر السواحل الكميات المضبوطة من القات بمقر القيادة واحتجزت المهربين لاتخاذ الإجراءات بحقهم. يأتي ذلك تواصلا لمهام قوات خفر السواحل في تأمين الشريط الساحلي بالمحافظة ومكافحة وإفشال عمليات التهريب بكافة أنواعها. أصدر فرع شركة النفط بساحل حضرموت تعميما جديدا لوكلاء محطات بيع الوقود في السوق المحلي لنطاق عمل فرع الشركة، يقضي باعتماد تخفيض جديد لسعر مادة الديزل إلى 200 ريال للتر الواحد. وقال مدير عام فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري إن قرار التخفيض الجديد جاء بناء على توجيهات محافظ حضرموت وعلى قرار لجنة تحليل عروض أسعار المشتقات النفطية
وتماشيا مع الانخفاض المستمر لأسعار المشتقات النفطية عالميا، فيما قضى تعميم موجه لمدير عام فرع الشركة بالوادي والصحراء بإضافة مبلغ 20 ريال مقطوع إلى سعر المادة مقابل عمولة أجور نقل لوكلاء المحطات وأربع ريال للفرع. استفاد نحو 360 ألف شخص من المير الرمضاني الذي وزعته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة عدن وشبوة وحضرموت بتوجيهات من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن الهيئة شرعت فورا في تنفيذ التوجيهات بتوفير متطلبات رمضان وإيصالها إلى المستفيدين في مناطق سكنهم في المحافظات المعنية قبل حلول شهر رمضان الفضيل بوقت كاف. وأضاف أن الهيئة حرصت على تطبيق الآليات المتبعة عالميا في الظروف الصحية الراهنة والخاصة بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. يستعد المواطن في مدينة المكلا لاستقبال شهر رمضان في ظل غلاء فاحش وهموم كبيرة. مراسل قناة المكلا الزميل محسن بالبحيث رصد لنا انطباعات المواطنين حول قدوم شهر رمضان في هذا التقرير، نتابع. هل إذا هلال شهر رمضان المبارك؟ ليبدأ المسلمون غدا صيام أول أيامه وسط فرحة لكل المسلمين صغيرهم وكبيرهم. شهر مبارك وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم. لشهر رمضان المبارك ميزة خاصة لدى أهالي مدينة المكلا كغيرهم من الشعوب الإسلامية، حيث تزدحم الشوارع والأسواق لشراء مستلزمات رمضان، وتجتمع الأسر الحضرمية على سفرة واحدة تملأها الأكلات الشهية والشعبية على وجه الخصوص. بالعادة أقول لك يكون الناس من رجب يستعدون رمضان باقتناء حاجيات رمضان مثل الأمور اللي نعتادها نحن بالذات أهل المكلة، يعني ما تتخذوا المادة الرمضانية في أي بيت حضرمي من الشربة الباقية السمبوسة كل مستلزماتها يجب أن تكون عن صاحب البهارات متوفرة. فالآن دخلت عليها برضو البودنج الجيلي الأمور الثانية العصائر هذه لازم يقنونها، الحواجات بالذات يكون رمضان نكهة خاصة. رمضان هذا العام جاء في ظروف صعبة يعيشها العالم بأجمع، أولها وباء كورونا المستجد الذي فتك بأغلب البلدان إلى جانب غلاء المعيشة، حيث لم تستطع بعض الأسر تأمين مستلزمات الشهر الفضيل. الأسعار والله ما مستقرة أخوي، التجار اللاعبين بالناس كل لعب، يعني تحصل تدخل الدكان تحصل أسعار تانية، تدخل الدكان تحصل أسعار تانية، يعني مثلا ما تحصل سعر معين ومنسق كذا لا، يعني تحصلهم كلهم كل واحد بأسعاره. بين ألم وأمل يستقبل المسلمين شهر رمضان المبارك، آملين أن يكون شهر خير وبركة وإحسان. لقناة المكلا محسن بالبحيث. سلمت السلطة المحلية بالوادي والصحراء اليوم في مدينة سيئون مكتب الصحة عدد من الأجهزة والمعدات الصحية الخاصة بمراكز عزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا. شملت الأجهزة التي بلغت كلفتها نحو 108 ملايين ريال يمني أجهزة للتنفس الصناعي ونحو 30 جهاز لشفط السوائل وأسرة طبية وحقائب أكسجين محمولة وشاشات إلكترونية طبية وقرابة 100 جهاز لقياس الحرارة وملابس وكمامات خاصة للكادر الصحي والطبي. التقت السلطة المحلية بالوادي والصحراء إدارة مبادرة أنت وطن الشبابية التطوعية للإطلاع على نشاط المبادرة وجهودها لمواجهة وباء كورونا. وعبرت السلطة المحلية عن تقديرها وشكرها للمبادرة والأعمال من تعقيم لمطار سيئون الدولي والسجون وعدد من المصالح والإدارات الحكومية والأسواق المركزية، بالإضافة إلى المساجد، وهكذا تنفيذ النزلات الميدانية في الأحياء وتوزيع حقائب وقائية لعدد من المنازل. من جانبها قدمت إدارة مبادرة أنت وطن شرحا حول خطط المبادرة الرمضانية التي سينفذها الشباب المتطوع والتي تستهدف عدد من القطاعات الصحية والتثقيفية ودعم الأسر الأشد فقرا في المجتمع. ناقشت إدارة الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت الخطط الأمنية لشهر رمضان الفضيل بالمديريات وسبل تفعيلها وتنفيذها. وأكدت القيادة على حرص إدارة الأمن بتطوير العمل الأمني وتكثيف الجهود حسب الإمكانات المتاحة في تثبيت الأمن والاستقرار بالمديريات، مواجهة المدراء الإدارات برفع الجاهزية واليقظة للجنود
وتنفيذهم للخطة الأمنية والشرطوية كل في موقعه واختصاصه، مشددة على الالتزام بالاستجابة السريعة عند استلام البلاغات من المواطنين والقيام بالمهام المناطة بالإجراءات القانونية في ضبط القضايا. أنهت مرجعية حلف قبائل حضرموت بالوادي والصحراء قضية آل حريز والجيش بالصلح العام، وأجريت مراسيم الصلح بين قبيلة آل حريز بني مرة والمنطقة العسكرية الأولى بعد الأحداث الدامية في وادي يسر في أواخر يناير الماضي التي راح ضحيتها عدد من القتلى من الجانبين. وأشادت السلطة المحلية بالوادي والصحراء بإسهامات المرجعية ومشايخ حضرموت في التوصل النهائي للصلح بين الأطراف، مؤكدة في الوقت ذاته بأن هذا الصلح ملزم للجميع بالحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي. والآن مشاهدينا الكرام إليكم أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. ختام النشرة إليكم تذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حضرموت تسير قافلة إغاثية لمساعدة المواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها العاصمة عدن. المواطنون في مدينة المكلا يستقبلون شهر رمضان بارتفاع أسعار المواد الغذائية. السلطة المحلية بالوادي والصحراء تسلم مكتب الصحة أجهزة ومعدات صحية لمركز عزل وعلاج كورونا. هذا ختام النشرة مشاهدينا الكرام، شاكرين لكم طيب المتابعة. مشاهدة نشراتنا الإخبارية وجزيارة موقع القناة على اليوتيوب وفيسبوك المكلا تي في. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.